في كورس حساب الكميات والتكاليف. اليوم هنتكلم عن كيفية عمل جدول كميات بكمياته ومسعر. التسعير إن شاء الله هيكون في الدروس القادمة لمبنى حوائط حاملة أو للبيري. زي ما شايفين معي في الخرطة دي، عندي هنا ده مبنى مكون من طابق أرضي وأول وثاني وروف، ومساحة المبنى 13.33 في 15.83. تمام، بيهمني من الخرطة المعمارية هنا حتات السلم اللي هو حيكون في دروب بيم هنا، الحتة الصغيرة دي اللي 2.25 متر دي، وبيهمني تاني مستوى التشطيب اللي هو 1.20 متر بالنسبة للطابق الأرضي. تمام، حنفتح المعماري، ده المعماري بتاع الطابق الأرضي، وده هنا برضو ده الأول بتاع الطابق الأرضي مقسم لشقتين، وهنا ده الروف ما فيه غير بير السلم. نيجي نفتح الخرطة الإنشائية وهي الأهم في حساب الكميات. هتلاحظ معي هنا إنه النظام بتاع المبنى الإنشائي مكون من ستيرب فاونديشن. الستيرب هو ده عبارة عن قاعدة صغيرة لكن داير ما يدور حول أسفل الجريد بيم، ولكن إحنا ما هنشتغل بالطريقة المرسومة دي. الطريقة دي أكتر حاجة بيستخدموها عشان تمرر في التصديق، حتى الحجر يمرر أيضا في التصديق، ولكن على حسب بعض المهندسين بيفضلوا إنه يشتغلوا في الرسومات الإنشائية ستيرب فاونديشن. تمام، نحنا هنفترض الحاجات دي عشان نحاول نحسب كمياتنا. جميل، طيب هيكون عندي حفر فقط وخطوات اللي هنمشي بها في النظام الإنشائي بتاعنا. حفر بمقاسات معينة، ومن ثم الردم بالحجر، نردم الحجر جوا الحفرة، الحفرة بتكون دايرة ما يدور أسفل الجريد بيم، ومن ثم الملء بالرمل والرش، ومن ثم يمكن مندلة خفيفة، بعديها نشتغل القصة، ومن ثم نشتغل الجريد بيم، بعديها بنردم ما بين فراغات الجريد بيم، وبعديها تاني بنقوم نعمل الفرشة البيضاء، ومن ثم نبدأ في الأعمال الاعتيادية من سلم وحوائط حاملة وأبيام وعتب إلى آخره. جميل، اذا الرسمه دي ما هنشتغل بها كثير، هنفترض معلومات او نرسم لنا قطاع خاص بينا. طيب بالنسبه هنا ملاحظين معي انه الداني برضو قاعده مسلحه، اصلا هو النظام المستخدم هو نظام البيرنج، ولكن في الخرطه دي عندي قاعده مسلحه هتشوفوا مكانها بعد شويه. وهنا دي مقاسات القاعده 2 متر 2 متر في 50 سم قاعده ارتفاع الخرسانة المسلحه للقاعده. وهنا عندي العمود ده بيستمر معي للطابق الاول والثاني فيريس سكند فلور، العمود في الجراوند او من الاندر جراوند والجراوند، العمود القصير والعمود الطويل 50 في 25. تمام، اما لما نمشي للطابق الاول والثاني مقاسات بتتغلص، بتبقى 40 في 25 نسبة لانه الاحمال في الاعلى بتكون اقل من الاحمال التحت. طيب هنمشي نفتح خمسة، هنا برضو هنلقى نظام الجريد بيم داير ما يدور لكل الحوائط. لاحظ معي انه كل حيطة في المعماري اسفلها، دي الحيطة مثلا هتلقى انه اسفلها في جريد بيم اللي هو ده، ودي هنا ابعاد الجريد بيم، ودي تفاصيل الحديد اللي فيه اللي قدام، هنعرف التفاصيل دي كلها. ابعاد الجريد بيم 50 في 25. عندي ايضا هنا تفاصيل السقفة بتاعت الطابق الارضي والاول والتالي، دي هي السقفة. لما تلقى دائما دي كلها عباره عن ابيام مع سقف، تصبه مع سقف او تصب على حده. لما تلقى دائما بيم لاقين مشخط كده بلون اسود، تاشير جرابي الاسود مكتوب على اتش بي، يعني هيدن بيم، هذا بيم مخفي يعني بيعملوه في السقفه، بيكون بنفس سماكه السقفه اللي هو 13 سم. اذا كانت السقفه 13 سم، لاحظ معي مكتوب 13 سم. تلقى الابيام ذاتها، الابيام العلويه فوق مع السقف، مقاساتها 25 في 50 مقسمة كالتالي، في سقف 13 سم، وعندي 37 عبارة عن شنو؟ عن بيم. جميل، السكشن ده مفترض يكون مغلوب، معلش. طيب نمشي للجزء اللي بعديها، هتلقى نفس السقفة لكن معاها بير سلم، ومعاها أيضا ما يسمى بالستير كيس، التفاصيل للسلم، حديد التسليح فيه وارتفاع القائمة والنائمة إلى آخره، ونوع الغطر للحديد المستخدم. وهنا ده اللاندينج،
انه بتلاحظ مع انه في بيم مقلوب في البسطة والى اخره. لازم الحاجات دي كلها انا اخدتها في الحسبان اثناء ما انا بحسب وبعمل جداول الكميات. وبتلاحظ هنا السقفة، سقفة هنا قطع في السقفة، ده المقطع واي واي، هتلقاه انه دي ده القطاع بتاعه. لو قربت تحت تلقى المسافات التوزيعية للحديد، هتلقى انه في حديد بيصهر علوي ومرة سفلي والى اخره. تمام، تعال نشوف هل عندنا جدول كميات جاهز ممكن نستخدمه في كل المشروع. نعم، هتلقى هنا جدول كميات فارغ من مشروع مبنى للبيرنج لاي مشروع. يعني المشروع ده دايما كل مرة تقوم تعمل له كوبي بيست.